أهلا وسهلا بحضراتكم. مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفي ظل ارتفاع الأسعار، تسعى الدولة دائما وتبذل أقصى جهودها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية وإعادة الانضباط للسوق المصري من جديد، وده لرفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل. ومن أهم ما قامت به الحكومة في هذا الموضوع هو معارض أهل رمضان التي أطلقتها وزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وده اعتبارا من أول يناير الماضي لشهر رمضان القادم. وستستمر هذه المعارض حتى نهاية الشهر الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وإجبار التجار على خفض أسعار السلع الغذائية. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه يتم توفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت بهذه المعارض، ويتم تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية. وبالفعل بتشهد معارض أهل رمضان في جميع أنحاء الجمهورية إقبالا كبيرا بسبب توفير جميع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم لجميع المواطنين بأسعار أقل من 30% من أسعارها في السلاسل التجارية المختلفة. وجه اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية بتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية خلال تفقده أمس لمعرض أهل رمضان بمحافظة البحيرة، وقام بتعديل سعر كرتونة البيض لتصبح ب 85 جنيه بدلا من 95 جنيه، كما أبدى ملاحظات على أسعار عدد من السلع الأخرى. وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان، وده على مستوى كافة محافظات الجمهورية. وطرحت المعارض زيت الطعام عبوة 800 ملي بسعر 35 جنيه، والسكر بسعر 14 جنيه ونص، والدقيق ب 17 جنيه، والأرز وصل سعره من 14.5 إلى 16 جنيه ونص حسب نسبة الكسر، والمكرونة 6 جنيهات، والدواجن المجمدة 65 جنيه للكيلو، واللحوم السوداني الطازجة 135 جنيه، أما اللحوم البرازيلي المجمدة 120 جنيه، وطبق البيض زي ما وضحنا لحضراتكم وصل ل 85 جنيه بدلا من 95 جنيه. ولأن الأرز أحد أهم السلع الغذائية المهمة والاستراتيجية، تم طرح كميات كبيرة من الأرز بمعارض أهلا رمضان لتتناسب مع احتياجات المواطنين في الشهر الكريم، ووصل سعره إلى 14 جنيه ونص. وكشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة اتحاد الصناعات عن وجود فائض من الأرز في مصر بعد استهلاك المواطنين، وإنه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل سيكون هناك أرز مستورد بكميات كبيرة وأسعار جيدة بالأسواق. وأكد كمان أن أرز الشعير انخفض بمعدل يتراوح من 200 إلى 300 جنيه في الطن الواحد، لافتا إلى أن العملة الدولارية اللازمة للاستيراد متوفرة ولا توجد أي أزمة في العملة الصعبة لاستيراد الأرز. وبناء على ذلك قام رئيس شعبة الأرز بغرفة اتحاد الصناعات بزف بشرى سارة للمواطنين، وهي توافر الأرز بشكل كبير ابتداء من نهاية مارس المقبل، وهذا سيؤدي لخفض سعره بالتأكيد. أما وزير التنمية المحلية فأكد أنه تم افتتاح العديد من المعارض المماثلة بجميع المحافظات خلال الفترة الماضية، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة التوسع في إطلاق عدد من المنافذ والشوادر خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة. وأكدت نائب محافظ البحيرة على استمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات واللحوم حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وده بأسعار مخفضة للتخفيف عن الأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار. أيضا تستمر وزارة التموين في إطلاق العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة.
كمان تم توفير ما يقرب من 290 سيارة منتشرة في المحافظات المختلفة. كما تتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى الجمهورية وبكافة القرى والميادين، وأيضا التأكد من التزام الجميع بالتخفيضات المعلنة، كذلك أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم للشوادر ومنافذ فروع أهلا رمضان أول بأول. كمان كشف كريم العمدة الخبير الاقتصادي عن جهود الدولة المصرية لتوفير كافة السلع استعدادا لشهر رمضان الكريم، وقال إن توريد القمح للمخابز سيكون بسعر مخفض بالإضافة للرقابة من الأجهزة المعنية بشأن ضبط أسعار الأسواق بشكل يتناسب مع دخل المواطن المصري. وأخيرا بنتمنى استمرار انخفاض الأسعار سواء في معارض أهلا رمضان أو بالأسواق. انتهت تغطيتنا، شكرا لحضراتكم على المتابعة.